أمام المستشفى الجمهوري بمدينة تعز يوجد سكان الرحمة الخيري كدار إيواء لمرضى الفشل الكلوي الذين يعانون كثيرا من المرض وتبعاته في ظل ظروف الحرب المستمرة على مدينة تعز. السكن الذي أسهمت به مؤسسة وقف الواقفين الخيرية حيث تم تدشينه في الأشهر الماضية يقدم خدماته بشكل مستمر كالوجبات المجانية والرعاية الصحية الحثيثة لهؤلاء المرضى الذين لم يعد لهم أي بصيص أمل يتشبثون به سوى هذا المأوى والملاذ الأخير. سكن الرحمة الطبي هو أحد مشاريع مؤسسة وقف الواقفين العالمية. إحنا في مشروع سكن الرحمة حاولنا أنه يكون مشروع تكاملي يقدم خدمات مختلفة للمرضى بحيث نغطي كافة احتياجات المرضى. أولاً إحنا نقدم خدمات إسكان للمرضى لمرضى الفشل الكلوي بالإضافة لمرضى القلب بالتنسيق مع المستشفى الجمهوري في تعز والمستشفى وهيئة مستشفى الثورة ومركز القلب التابع للمستشفى الجمهوري. إحنا في أيضاً نتكفل بالتكاليف المالية لعمليات المفاغرة الشريانية لغرض عمل جلسات الغسيل الكلوي. أيضا الآن نعمل مع مركز القلب لغرض البدء بعمليات زراعة الكلى واستقبال الحالات هنا عندنا في السكن. وتسببت الحرب الحوثية والحصار المفروض على مدينة تعز من تردي الوضع الصحي بشكل عام ومرض الفشل الكلوي بشكل خاص جراء نقص الأدوية وارتفاع أسعارها على نحو باهظ وكذا قلة أجهزة الغسيل الكلوي وغيرها من صنوف المعاناة المتراكمة. كثيرون هم نزلاء السكن ومن جميع مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة يقضون أوقاتهم وعلاجهم في السكن الذي يضم 3 طوابق بكل أقسامه وخدماته وأثاثه وكل ما يتعلق برعاية هؤلاء والوقوف إلى جانبهم احتواء وسكنا وتطبيبا. أحد مرضى الفشل الكلوي بمستشفى الجمهوري، طبعا أسكن بسكن الرحمة الطبي الخيري. هذا السكن الذي تم توفيره لنا من قبل مؤسسة وقف الواقفين. طبعا السكن عبارة عن سكن إيوائي يحتوي على العديد من الخدمات الإيوائية. أمراض الفشل الكلوي يخضعون لفترة طويلة مع العلاج، ولذا فإن الحاجة الماسة لمثل هذه المساكن المجانية تخفف قليلا من معاناة هؤلاء الفئة الأكثر معاناة في سنوات الحرب والحصار وتداعياتهما. السكن الحمد لله كل شيء موفر، من بطانيات، من كراسي، من سجادات، من كتب. ويعد هذا السكن ثاني سكن خيري لمرضى الفشل الكلوي في مدينة تعز المحاصرة ليمثل نافذة أخرى لهؤلاء المرضى الذين يعانون الفشل الكلوي والمواصلات والبحث عن السكن في أوضاع غاية في الصعوبة والمرارة كهذه. إحنا نعمل على علاج على خدمة المرضى الموجودين حاليا بالإضافة إلى الوصول إلى جذور المشكلة وعلاجها للحد من انتشار المرض، فهذا عن طريق بحث علمي بالتنسيق مع جامعة تعز للبحث عن أسباب المرض وحيثياته وهل هو مرض وراثي أم مرض مكتسب وكل هذه التفاصيل. مئات المرضى بالفشل الكلوي يعانون ويتألمون بصمت منذ سنوات في ظل حصار لا بوادر ولا مؤشرات عن رفعه سوى بعض هذه المراكز والمساكن الإيوائية التي يحاول القائمون عليها التخفيف شيئا من أوجاع هذه الفئة الأكثر أوجاعا وألما. أحمد مكيبر لأضواء سهيل، تعز.